نتحدث حول في بداية الموضوع ما يسمى بلقاءات الربيع التي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي وتستمر إلى يوم 22 من هذا الشهر. هنا مشاركة مهمة جدا محافظ البنك المركزي طارق عامر، وزيرة الاستثمار صح النصر، بالإضافة أيضا إلى وزير المالية. تورا، كيف تبدو هنا النظرة في هذه المناقشات وما يهم مصر أيضا؟ لأن هناك حديث حول مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، العلاقات المحتدمة بينما وخاصة في الناحية التجارية. مزبوط. لكن كيف تبدو هنا المناقشات الخاصة بالاقتصاد المصري؟ أنا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمة والأون تي في، واسمح لي أقول لك اللقاءات دي هامة جدا، بتنطلق في يعني وقت هام في الظروف الراهنة اللي احنا فيها. طبعا دي لقاءات دورية بيقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطبعا معتاد ان بيحضر السادة الممثلين جزء منهم على المجموعة الاقتصادية لعرض البرامج اللي هي الإصلاحية او كيفية النهج اللي بتندهجه كل دولة على حدة. طبعا بتمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اكتر من 190 دولة، فبيكون في لقاء زاخم جدا بعرض رؤياهم للشأن الاقتصادي العالمي. تعلم حضرتك وكل مشاهدينك الكرام طبعا احنا الايام دي في تحدي كبير جدا. اولا الحمائية او الفرض الجمارك اللي بتفرضها امريكا على المنتجات الصينية. الصين ممكن تقوم بهذا المثل في العام اللي احنا فيه ده، نهايته خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي البريكست، وطبعا ده من الامور المعقدة جدا، فعلشان كده هتلاقي لها تداعيات سياسية بتنتقل. نأخذ اولا موضوع اجراءات الحمائية من قبل الولايات المتحدة الامريكية. طبعا احنا عارفين ان هناك يعني عقد تجاري فيما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية. ترامب دائما يعني يعول على محاولة سد هذا العجز، ولكنه لا يستطيع. طبعا التجارة في الصين تجارة مستثمرة، تجارة متطلعة الى افاق ابعد، وبالتالي تخطو خطوات اقتصادية كبيرة ولا تلاحقها الولايات المتحدة الامريكية بالضرورة. بكل تأكيد، وخلي بالك ان في الحرب التجارية زي ما بتسمى ان اجلا او ان عاجلا هتقام ده في وجهة نظر. ليه؟ لان احنا شايفين ان الصين من اسبوع اطلقت العنان عن ان هتدعم طريق الحرير بمليار دولار لتمهيده لفتح اسواق عالمية تخوفا من مزيد من الاجراءات الحمائية من امريكا. وطبعا بينضم مع امريكا جزء كبير جدا من الاتحاد الاوروبي، وتخوف التشكيل الاقتصادي خلال الفترة القادمة هل هينعكس سلبا ام ايجابا على الاقتصاد العالمي. علشان كده بقول لحضرتك الاجتماع النهاردة اللي بيحصل في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي له طابع خاص. النهاردة المجموعة او مجلس ادارة الصندوق والبنك الدولي بيعولوه ان 2018 و2019 معدلات النمو ممكن لن تتغير العالمية، ولكن انعكاسها في بعض الدول هيكون ليها حظ وافر على رأيهم او على نهجهم. مصر ممكن تكون من الدول الافاضل داخل هذا النمو العالمي. ليه؟ لان مصر عندها لسه يعني خطوات او طريق من الاصلاح افضل، فعلشان كده هي جاذبة للاستثمارات كتير. اسمح لي بسرعة، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لن يحضروا الممثلين الحكوميين فقط، بل بيحضروا المؤسسات الدولية، بيحضروا كثير من الاستثمارات العالمية، فبيكون الشرح وافي بشفافية أمام العالم كل دولة على حدة إزاي بتعرض السياسة المالية والسياسة النقدية داخل هذا اللقاء الزاخم بالناس. طبعا زي ما قلت حضرتك يعني موضوعات الحمائية في إجراءات الجمارك، أكيد مصر هنا سوف تستفيد أو تأخذ طرف الخيط، وبالتالي يمكن ان يصب ذلك في مصلحتها، حتى لو انك يعني ترى حربا اقتصاديه شرسه ما بين تكتلات اقتصاديه كبيره. عايز اقول لحضرتك لا، احنا الحمد لله استبقنا هذا الامر، ورغم ان احنا تقريبا عدم علمنا بهذا الزخم الكبير في الشان الاقتصادي. لولا التحسن الكبير اللي احنا انتهجناه من 3 سنين في الوضع الاقتصادي، وابتدينا نقلب الموازين من الميزان التجاري والعجز الكبير اللي احنا فيه، لان احنا نكون النهارده عندنا مزيد من الصناعه ومزيد من النهاردة التحسن الاقتصادي، اعتقد ما كناش هنلاحق هذا الوكب. يعني اقول لك بمنتهى البساطة خالص، احنا في 2016 في شهر 11 في نوفمبر عملنا تحريك سعر الصرف، او حررنا سعر الصرف، او اطلقنا يعني العرض والطلب لسعر الصرف. عارف حضرتك لولا هذا الامر ودخلنا على هذه الامور او المعقدات او التحديات العالمية، كان الاسعار اختلفت على اللي انت بتشوفه دلوقتي. بمعنى ان انت هتكون هتشوف اضعاف
المستويات الاسعار اللي انت بتشوفها. ليه؟ لان في ارتفاع كبير جدا النهارده في مستويات سعر برميل البترول، والنهارده عندك التضخم كان في نهج كبير جدا في الارتفاع مع خروج الاستثمارات. اعتقد ده كله في تشابكات كبيره جدا كان لازم تحل. لجأت مصر ان لازم تحرك سعر الصرف. لما حركته ابتدى النهارده يكون في استابيليتي شويه، استقرار جزئي لدى الاستثمارات، اللي بيقدر يخش بيقدر يخرج. فبقى عندنا يعني استقرار او سعر الصرف او تحرير سعر الصرف، ده هذا جاء على هوى المستثمر. بالظبط. لان المستثمر كان يخاطر بان يكون مثلا سعر الدولار 8 جنيه او 9 جنيه او حتى وغير متوفر. يعني ممكن كان هيبقى فعلا سعره 8 جنيه 10 جنيه ولكن غير متوفر. غير متوفر ليس للمستثمر فقط بل للدولة كمان. ليه للدولة؟ لان الدولة بتدبر احتياجاتها من العملات الاجنبية لشراء السلع الاستراتيجية من الخارج. انت حضرتك عالم يعني كل مشاهدينك، نحن دولة مستوردة، استيرادك للبترول من الخارج بالعملة الاجنبية، للقمح نفس الحال، لاي نوع او الات او حتى السلاح كله بالعملة الاجنبية بالدولار. سريعا كده اديك لمحة. شوف لو ما حركناش احنا سعر الصرف ده في 2016، النهاردة دولة زي ايران بتلجأ ان هي بتغير سلة عملتها من الدولار لليورو تخوفا من الاجراءات العقوبية على انهار طبعاً الريال الايراني بشكل كبير جدا. 45600 سعر الريال مقابل الدولار، فرقم مهول جدا ما شافوش. سريعا لمحة تانية على تركيا، نفس الحال، بتلاقي ان في انهيار في العملة الليرة التركية، وده باللي بيخليهم يندفعوا سريعا لإجراءات انتخابية مبكرة في شهر 6 القادم. سواء إجراءات رئاسية أو إجراءات برلمانية. فانت بتشوف ان ليس التداعيات في تحريك سعر الصرف ده ما بتبقاش تداعيات اقتصاديه بس، وتداعيات سياسيه ومجتمعيه، وبتلاقي ان في كثير من المجتمع للاسف بيتاثر تاثير كبير. فانت لما حسيت ان في مخاطر اقتصاديه على مصر سارعت بان يبقى عندك تحرير لسعر الصرف. مظبوط. علشان تجذب مزيد من المستثمرين. مظبوط. وفي نفس الوقت ايضا انت يعني قمت بعمل قانون الاستثمار الموحد الجديد. صح. واللائحة. يعني هنا الأرباح اللي بيطلع بيها المستثمر كان صعب جدا يطلع بأرباحه في الشركات أو المصانع اللي بيستثمرها في مصر. هذا القانون أتاح لك كمستثمر أجنبي أن تخرج بهامش الربح. خلينا أصل أنا لأي مستثمر عشان الناس بس ما تفتكرش أن قانون الاستثمار ده موضوع للمستثمر الأجنبي فقط، لا. والمحلي. بالضبط. هيئة الاستثمار فتح الباب على مصراعيه للمستثمر المصري زيه زي الأجنبي أو العربي أو لأي حد كان.